وبعد ذلك أنا ألتمس من فضيلة الشيخ الداعي الكبير مولانا طارق جميل أحد أعضاء منظمة وفاق المدارس العربية أن يتشرف إلى المنصة وأن يعرب عما في ضميره، فنلتمس إلى حضرته أن يلخص خطابته لأن فضيلة الشيخ الضيف الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام الحرم المكي سيتشرف إن شاء الله بعده. تبارك الله في جهودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأثلج صدورنا بتلاوة عبد الرحمن ونور الأرض بمجيئه إلى باكستان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. إن أسعد يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي يوم أتكلم أمام إمام العرب والعجم، فضاق صدري وغاب عني الكلمات، ما هيات لهذا الحفلة كلام، قيل لي فجأة، فأرحب بالضيوف الكرام وأتأسف على سرعان الوقت. الأسبوع ما أسرعه، نشكرهم ونتأسف ونشكو إليهم قلة الوقت. دولة باكستان كبيرة، ورأيتم حب الناس، فيا صفا على هذه الأيام معدودة، وليست هذه خواطري بل خواطر الجميع. إن الله سبحانه وتعالى شرفكم وشرف آباءكم وأجدادكم. هذا البستان الذي ترونه غرس آبائكم الذين سافروا البلاد وهجروا الديار وصلوا بهم عن والدين ومولد، ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي، وبذات خلخال كريمة فاضل تفري لواحظها كماض أجرته، يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. ما زالت أرضنا أمينة لقبورهم، سافروا البلاد اصفرت وجوههم تشققت أرجلهم دنست ثيابهم، ولكن كانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون من كل غبراء مظلمة. آباؤنا دعوهم إلى الكفر، وآباؤكم دعوا آباءنا إلى الإسلام. آباؤنا دعوهم إلى الخسران، وآباؤكم دعونا إلى الفوزان، فما رجعوا إلى بلادهم، مكثوا بل دفنوا تحت ترابنا. ولكن هذا البستان الذي ترونه كله بجهودهم. فأتمثل ببعض الأبيات الفارسية يترجم الشيخ بحر الله. گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے کہ از بوے دلے آویز تو مستم، بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم تھے ہستم. اللہ شكرا.
هاي يقول لعلي لا أقدر أحاول. يقول الشاعر: استلمت التراب من يد الحبيب ففاح مسكا فقلت له: ما أنت وإيش أنت؟ تراب أو مسك أو عبير؟ فقال التراب: ما أنا إلا تراب، ولكني سحبت الأزهار مدة، فصحبتهم أثر في، وإلا ما أنا إلا تراب. جمالي هم نشيدر من أثر كر، أغرنا من هما خاكم كهستم. وأخيرا أقدم عواطفي عني وعن جميع الأحبة والعلماء: ليتك تحلو والأيام مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صاح منك البد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والسلام عليكم.